مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله، مساء الفل على حضراتكم، واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الاهلي الليله. بعد مباراه الاهلي وبلاتينيوم يعني كان كلام كتير جدا على السوشيال ميديا، لكن بصراحه انا زعلان منكم شويه. الحمد لله الحمد لله، الاهلي دايما بنراهن عليه، الاهلي دايما يعني بيبقى عنده حسن ظننا كلنا، مفيش حاجه حصلت الحمد لله. يعني تعادل، خدنا نقطه، كنا المفروض نكسب، يعني الاهلي طبعا يكسب اي حد، ده ثقتنا كلها في النادي الاهلي دايما على طول، لكن ما حصلش حاجه. النادي الاهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، عندنا النجم الساحلي جاي لنا، رايحين طالعين الهلال، انا شايف ان مفيش اي مشكله الحمد لله يعني. لكن اللي انا بس زعلان منه ان دلوقتي ممكن كل الجماهير تنتقد، مفيش اي مشاكل خالص، لكن اللي بيطلع يقول يا جماعه لا الاهلي مفيش حاجه حصلت وبتاع، يقول له انت بتطبل وانت مش عارف، ما كانتش دي النغمه بتاعتنا خالص يا جماعه خالص. فاحنا عايزين دايما، احنا الاهلي الحمد لله والشكر لله، الاهلي دايما عند حسن ظننا زي ما قلت قبل كده، الاهلي دايما احنا متعشمين وبيكسب اي حد، لكن في كوره وفي ظروف وفي حاجات حصلت، في قفشه اتصاب، في وليد سليمان اتصاب، عندك 2 اصلا بيحركوا الملعب اتصابوا، مفيش اعذار. ريني فيرا من المدربين لما بيختلقش الاعذار او يعني بيقول اصل انا كان عندي كذا، احنا اللي بنقول، لكن طبعا مفيش اعذار. الاهلي يكسب، ما كناش في ظروفنا خالص، الدنيا ما كانتش كويسه، وارد جدا في الكوره كل الكلام ده، لكن احنا بقى نبدا نصدر حاجه هي مش موجوده اصلا. يعني احنا ليه بنتشائم؟ ده احنا عندنا فريق اسمه النادي الاهلي، اللي هو يعني بيتحدى اي حد وبيتحدى اي حاجه، وبيدخل في الحيطه يعني بيطلع سليم الحمد لله والشكر لو نمسك الخشب. فدايما ورا لعيبتنا، دايما ورا فرقتنا، دايما متفائلين. ده بالعكس، امال بقى الناس التانية يعملوا ايه يا جماعه بقى؟ مش عايزين نتكلم يعني، ده احنا مباراه اتعادلنا فيها وخلاص، خدنا نقطه في المركز الثاني، ان شاء الله هنكسب، ان شاء الله باذن ربنا هنكسب النجم الساحلي بلاعيبتنا الرجاله، بمدربنا اللي كلنا ثقه وامل كبير جدا فيه، وان شاء الله نكسب برضو بره الهلال، ان شاء الله الدنيا هتبقى جميله، وان شاء الله نبقى عند حسن ظن الجميع. النادي الاهلي دايما عند حسن ظن الجميع. تعالوا اقول لكم بسرعه اخبار النادي الاهلي عشان ما نطولش في القصه دي. قفشه بيجري اشعه على الركبه، ان شاء الله يطلع سليم باذن الله. قفشه كان خد كدمه جامده جدا في المباراه، طلع على اثر هذه الكدمه، ان شاء الله يجري اشعه الاطمئنان على حاله الركبه. المدرب او المدير الفني السويسري ريني فيرا بيقول للعيبه خلاص ننسى بقى الملف الافريقي ونركز في الدوري، دي طبعا حاجه يعني متوقعه وحاجه صحيه جدا، خلاص قفلنا الملف الافريقي، نركز في المباراه اللي جايه، ان شاء الله نطلع منها على خير. النادي الاهلي في المركز الاول ب 30 نقطه وليه 3 مباريات مؤجله، ما شاء الله. عايزين دايما يعني كده نفرح بفرقتنا ونبقى ورا لاعبتنا. مروان محسن كان نجم الماتش اللي فات، انتوا فاهمين طبعا، يعني مروان محسن كان نجم الماتش اللي فات. دايما بقول ان احنا ورا لاعبتنا، حتى اللي مستواه بقى نازل شويه، اللي بقى عندوش ثقه شويه، لازم احنا الكلمه منكم ما تتخيلوش انها بتطلع كده، من اصغر واحد فينا لاكبر واحد الكلمه منكم بتاثر في كل لعيب، والله العظيم بتاثر في كل لعيب. اي حد بيدخل على السوشيال ميديا بيقرا ايه الفرقه دي وايه اللعيبه دي ومش عارف ايه، بيجي له احباط مهما كانت نجوميته. اللعيب بياخد قوته طبعا، ربنا طبعا سبحانه وتعالى طبعا في داره، والجمهور، اللعيب بياخد قوته من الجمهور، كلمه حلوه ترفع معنوياته في السماء. مروان ما شاء الله جايب هدف ولا اروع، عمل اسيستات كتير جدا، كان بيقاتل بمعنى الكلمه، طلع نجم المباراه، ان شاء الله يفضل على كده، وان شاء الله كل لعيبتنا عند حسن ظننا باذن الله. فايلر اكد على اللعيبه ان احنا خلاص نفصل بين البطولتين، عندنا بطوله افريقيه، خلصنا ماتشات بلاتينيوم وخلصنا ماتش بلاتينيوم، لما يجي وقت النجم هنفكر فيه، لكن عندنا ماتش في الدوري وان شاء الله نكسبه علشان نفضل متواصلين للصداره او نفضل في صداره الدوري العام. شدد برضو على السير بنفس الخطوات اللي احنا ماشيين بيها وغلق الملف الافريقي تماما، ده كلام رينيه فيرال. قال الاستعداد لمباراة النجم زي ما قلت لحضراتكم هيكون في الوقت المناسب، هيكون في الجولة 5 بإذن الله. الأستاذ إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وكان رئيس بعثة الأهلي في زيمبابوي في مباراة بلاتينيوم، بيوجه الشكر لسيادة السفير على كل اللي قام به مع بعثة النادي الأهلي في زيمبابوي. عارفين طبعا سيادة السفير محمد فهمي كان مع بعثة الفريق، ما سابهاش حتى في التمرينات، في الماتش، في كل حاجه بصراحه، يعني ذللهم كل الصعوبات، وده المتوقع دايما من سفرائنا خارج البلاد.
دي كانت اخبار النادي الاهلي. تعالوا اقول لكم بقى الفار وتقنيه الفار والفي اي ار وصلنا لغايه فين. الاتحاد المصري لكره القدم بيبدا اولى مراحل التدريب على تقنيه الفار. الحمد لله خلاص الاجازه لو كنت حضرتكم متابعين وصلت، بيتمرنوا دلوقتي او بيتدربوا على ايه الفار، بيشوفوا الاجهزه ايه الفار ونتعامل معاه ازاي. المفروض الحاجات دي التجارب الفنيه دي هتاخد يومين، هيكون على الملعب الفرعي لاستاد القاهره، يبدا بعدها الحكام في الخضوع لمحاضرات نظريه حول الامور المتعلقه بكيفيه تشغيل هذه التقنيه. ومن المقرر ان تستغرق هذه المرحله اسبوع، بعدها يتم تقسيم الحكام ل 18 مجموعه، كل مجموعه 3 حكام للبدء التدريب العملي والذي يمتد لمده 28 يوم. متوقع ان يشتغل الفار في الدور الثاني من الدوري العام. كل التوفيق لكل القائمين على هذا هنقول مشروع داخل عندنا جديد ان شاء الله، يعني يبقى اضافه للكره المصريه ويدي لكل واحد حقه، ده اللي احنا مستنينه كنادي اهلي تحديدا تحديدا، وده اللي طلبنا بيه كتير جدا او طالب بيه بصفه شخصيه الكابتن محمود الخطيب بصفته وبصفته رئيس النادي الاهلي. محمد فضل عضو لجنه اداره الاتحاد المكلف بالمشروع بيقول ان البرنامج الزمني الموضوع يكفل تطبيق التقنيه بدايه من الدور الثاني، اللي لسه متكلم مع حضراتكم في الموضوع ده، وهم مستنيين موافقه رسميه من وزاره الشباب والرياضه، اكيد هي يعني مش هتعترض او هتوقف هذا المشروع. وبيتكلم ان تنفيذ هذا المشروع بيساهم في نجاح الدوري العام وضمان تحقيق الهدف المرجو منه. ده كلام محمد فضل. ده كان خبر عن اتحاد الكرة. الكابتن حمادة صدقي المدير الفني السابق لنادي الهلال بيتولى مسؤولية سموحة رسميا. يعني انا استغربت زي ما حضراتكم استغربتوا لو انتوا لسه تسمعوا الخبر، لكن هي دي الكوره، كوره احترافيه. لو عنده بند في العقد بيسمح ليه ان هو يسيب الفرقه في اي وقت بيسيبه، لو عنده شرط جزائي بيدفعه وبيفسخ عقده مع النادي اللي هو متعاقد معاه. كابتن حماده صدقي يعني اعتقد ان دي تاني مباراه ليه مع فريق الهلال السوداني، اول مباراه كسب النجم الساحلي وكان يعني عمل ضجه كبيره جدا. الهلال اول مره كان يكسب النجم الساحلي في تونس، بعد كده النجم الساحلي كسب الهلال في نتيجه غير متوقعه خالص تماما. الهلال كان متقدم 1-0، النجم الساحلي احرز هدفين وطلع بثلاث نقاط، قلبت موازين المجموعه. لكن احنا كنادي اهلي الحمد لله الحمد لله الحمد لله عندنا ثقه كبيره جدا جدا في فرقتنا، عندنا ثقه كبيره جدا جدا في لاعبتنا، عندنا ثقه كبيره جدا جدا في مدربنا، ان شاء الله ان هم يكسبوا كل المباريات اللي جايه باذن الله. ده احنا على افتراض يعني ان الهلال راح كسب بلاتينيا، مفيش حاجه مضمونه في الكوره. الكابتن حماده صدقي على قائمه او على راس الجهاز الفني لنادي سموحه، معاه الكابتن احمد عبد الفتاح وخميس جعفر مدربان عمان، معاه الكابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى. الكابتن احمد ناجي المدرب الكبير، المدرب حراس المرمى لمنتخبنا الوطني السابق وايضا مدرب حراس مرمى النادي الاهلي السابق. احمد ناجي طبعا مدرب كبير جدا عنده خبرات كبيره جدا، اكيد هيفيد نادي سموحه ويفيد حراس المرمى. معاه كمان واين رويال مخطط الاحمال، محمد عبد الجواد طبيب، مفيد خليل اخصائي تاهيل، عبد الباري المليجي مدير اداري، عادل محجوب اداري، عمرو اسماعيل مدير لشؤون اللاعبين. ده اللي اعلن عنه المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه. قال كمان ان عقد حماده صدقي يمتد لمده موسم ونص، موسم ونص على ان تشهد مباراه الفريق المقبله امام الاسماعيلي يوم 18 الظهور الاول للجهاز الفني لنادي سموحه بقياده الكابتن حماده صدقي. النجم الكبير سواريز بيغيب عن برشلونه حتى نهايه الموسم. نجم برشلونه لويس سواريز كان المفروض ان هو يعمل عمليه في الركبه بعد مباراه روما اعتقد، لكن الجهاز الطبي فريق برشلونه اكد على اجراء العمليه اللي هتستغرق 6 اسابيع، وبالتالي هيغيب عن برشلونه لنهايه الموسم. برشلونه بيترنح وكمان مش ناقصه يعني لعيب زي سواريز ان هو يغيب عن برشلونه. كل الاحمال دلوقتي على النجم الكبير ميسي، شفته كان خروج يعني من كاس السوبر، لكن برشلونه فرقه كبيره جدا تقدر تجمع اوراقها مره ثانيه. وكان في اجتماع طارئ في برشلونه لحسم مصير فالفيردي، اكيد كلكم طبعا متابعين برشلونه، الانديه الكبيره دي كلنا متابعينها، مانشستر سيتي، ليفربول، برشلونه، ريال مدريد، كلهم ليهم متابعينهم. فالفيردي خلاص اعتقد ان هو مصيره في برشلونه انتهى، بيفضلوا بين النجم الكبير تشافي طبعا حضراتكم عارفينه،
ان هو يتولى المسؤوليه، لكن تشافي اختار ان هو يتولى المسؤوليه في اول الموسم او في بدايه الموسم القادم لتنفيذ مشروعه الجديد. دي كانت كل اخبارنا. بعد الفاصل هيكون معايا الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمود صبري رئيس القسم الرياضي بالاهرام. حضراتكم من جديد رئيس القسم الرياضي بالاهرام والكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمود صبري في ضيافه الاهلي الليله. منور الدنيا كالعاده. انت اللي منور الدنيا كده. ربنا يخليك. مفاجاه سعيده بالنسبه لي على فكره. ربنا يخليك. انا اسعد. صحتك طيب. ازي الصحه سلامه يا اخي. عايز نبدا منين؟ نبدا من اللي احنا شايفينه. قول لي. انا الاسئله اهي. قول لي اللي حضرتك شايفه. نبدا من بلاتينيوم. اوكي. نقطه من اول السطر. من وجهة نظري نقطة ومن أول السطر. لا وضح لي شوية. هوضح لك. اوكي. التعادل والهزيمة وتباين المستويات ده شيء وارد في الكورة، يعني احنا مش مختلفين معاه. تمام. بس لما نيجي احنا نتكلم وبنتناول حاجة في فارق من نقد بناء وفي نقد هداف. جميل قوي. خلاص؟ جميل قوي. والنقد بيبقى مفيد لما أنت بتقدم الحلول وبتقدم الطرح بتاعك، بيبقى لك بيبقى في رؤية واضحة هدفها. مش تضليل الجمهور، الجمهور مش تقدر تضلله، لا الجمهور ذكي، جمهور الكورة خلاص فاهم كل حاجة. مش معاك تماما. حتى جمهور الكورة حاليا زي ما الإدارة، زي ما اللعيبة اختلفوا، مش لاعب الزمان، زي ما الجمهور مش جمهور زمان، كل شيء اتغير. تمام. وكل دلوقتي واحد شايف رأيه وشايف شخص، لكن طرح الآراء والمسائل لأنه بقى في مساحة اسمها السوشيال ميديا بتقدر تعبر، عالم افتراضي أنت عايش مع نفسك كله عايش فيه، وعالم يبدو أنه أصبح إيه؟ أصبح ذا تأثير واضح. تعادل الاهلي ممكن يبقى درس ومنه تنطلق، وممكن يبقى درس وما تستوعبهوش وترجع ايه؟ القهقري زي ما بيقول. تمام. رد الفعل يمكن يعني براس صن داونز ما زال اثرها يعني موجود. المباراه دي كان المفروض يعني تكون يعني تتحط كده نتيجتها من وجهه نظري، تتعلق في اوضه اللبس وتتحط على كل لعيب وتعمل لها عباره كده انه ده يعني ايه نقطه سوداء في تاريخكم مثلا، انه من النقطه دي نقدر ننطلق ونتعلم انه اللي حصل كان في ظروف اضطراريه تعرضتوا ليها، اللاعيبه ما كانتش في حالتهم كده زي مباراه بلاتينو. هل التعادل ده يخليك انك انت مثلا نبدا الهجوم وننتقد، يعني ننتقد الانتقاد السلبي انه كل الدنيا ظلمه وانه خلاص رحنا ومش راجعين؟ لا مش 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 ده مش ده الهدف. لا عندك فرصة ولازم يكون عندك ثقة في 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 قدرات الفريق انه يقدر يرجع في مباراة النجم بنتيجة كويسة، ويقدر يعمل مباراة مع الهلال. ما لو ما عملتش مباراتين زي دول ما هتاخد البطولة ازاي؟ تمام. ده انت لسه في قرعة دور الثمانية وبعد كده دور الأربعة وبعد كده الفاينل. تمام. فاينل مباراة واحدة. تمام. يعني انت باقي لك على على المباراة النهائية كم مباراة؟ ثلاث يعني ايه مباراتين لسه في الجولة الخامسة والستة، ومباراة في دور الثمانية، مباراتين رايحين جايين اهو، ادي أربعة، ومباراتين في الدور قبل النهائي، ادي ست مباريات. اوكي. وبعد كده المباراة النهائية. تمام. تعادل صادم بالنسبة لجمهور النادي الأهلي، وصادم بالنسبة لناس كتير ما كانتش تتوقع، خاصة إن الفرقة دي خسرت من النجم الساحلي 3-0، وكان كل الظروف مهيئة إنه الفريق رايح يعني راجع بالثلاث نقاط اللي هي تخليك عندك هدوء تكسب النجم خلاص صعدت. تمام. مش هتبقى تحت رحمة يعني إيه مواجهة الهلال. تمام. ما حدث لم يكن متوقع، لكن محتاج من الجهاز الفني، محتاج من الجمهور مساندة لتخطي العقبة الصعبة جدا مباراة النجم. يا جماعة مباراة النجم مش هتكون مباراة سهلة على فكرة. أكيد. والنجم يعني النجم عارف نفسه إنه هيجي هنا طبعا. واتفرجوا على مباراة النجم والهلال وشوفوا يعني التكتيك ازاي اخراج المنافس من تركيزه في الملعب.
شوفوا عمليه الضغط عليك نفسيا واستغلال المشاكل والصدام مع الحكم ولاعيب مصاب يطلع لا ما يطلعش، لا هنغير لا مش هنغير، الحاجات دي اصبحت يعني يعني ايه احد ادوات يعني فريق النجم، زي ما عمل في مباراه الذهاب مع الاهلي، وشوف الاحتكاكات والصدامات زي ما عمل مع فريق الهلال في مباراه اللي خسرها على ملعبه 1-0 نفس الشكل. فاللي انا عايز اقول احنا يعني الناس مطالبه بالالتفاف حوالين الفريق ومساندته لتجاوز يعني خطوره الامر في اللحظه دي، انه عندك مباراتين صعبتين جدا، لكن قدراتك تاهلك وامكانياتك تاهلك انك انت تتجاوزهم، بس ايه بنوع من التركيز الشديد جدا، وانك انت تكون كمان في نفس الوقت اتعلمت من الدرس اللي حصل في بلاتيني. تمام. من وجهه نظري لم اكن اتوقع انه الفريق يظهر بهذا المستوى، يعني خاصه في الشوط الاول، يمكن الفرقه رجعت 10 دقائق في بدايه الشوط الثاني قدرت تجيب جولين، واحد اتحسب والثاني اتلغى وضاعت كذا فرصه، كان ممكن لو بنوع من الضغط شويه كان ممكن تخلص المباراه. تمام. لكن يعني لو يعني انتهاء المباراه ومكسبك فيها بعد كده نتحاسب بقى على الاداء بقى، تتحاسب على ايه؟ على اللي حصل فيها، لكن محتاجين فعلا في بجانب الدعم المعنوي والمسانده، محتاجه اللعيبه نفسها تقدر تعرف ان هي بترتدي فانله النادي الاهلي. محتاجه اقول لهم يا جماعه ما انتوا كنتوش تعرفوا فريق النادي الاهلي فاز بدوري ابطال افريقيا بدون دوري بطولتين ورا بعض وبدون جمهور. فريق النادي الاهلي كان بيسافر فخر الدنيا وبيلعب في الجونه وبيجي من الجونه وبيسافر هنا وبيسافر هنا وخد بطولتين صعبتين جدا. انتوا بتوفر لكم كل الامكانيات، كل الدعم من الاداره، كل الدعم من الجمهور، ايه اللي ناقصكم عشان يبقى عندكم تواجد قوي في افريقيا زي النتائج اللي معموله على المستوى المحلي؟ ايه اللي ناقص؟ انا وجهه نظري انه يعني التعادل ربما يكون مفيد، ومفيد بالنسبه لمستر فايرل بالذات. تمام. من ناحيه ايه؟ حط تحت خط الدفاع 100 نقطه. احنا مش احسن ممكن في مباراه احنا لسه بنتابعها ما بين اتلتيكو مدريد وريال مدريد على كاس السوبر، لا في دفاع، في تنظيم دفاعي، لازم الدفاع، ما كانش عندك دفاع قوي الدفاع القوي هو منع اصابه مرماك باهداف، ثم الانتقال لمرحله التفكير في انك انت تجيب جول. طيب هتقول لي لا ده احنا لازم نهاجم ولو جه فينا جول مش ده ما ينفعش الكلام ده، ما فيش الكلام ده، ما فيش الكلام. الاهلي من الفرق اللي ما بتعرفش تدافع لانه فرقه هجوميه، لكن اذا لم تمتلك انت دفاع قوي يكون حق الصد ليك تحت اي ظرف، ودليل بقى مانويل جوزيه، وديك انت لعبت مع مانويل جوزيه ولاعب النادي الاهلي في مباراه مواجهات صعبه، كان الاهلي فاتح الملعب كان بيدي دفاع باني دفاع وبيعتمد، ويمكن اتذكر مباراه لا يمكن انساها مباراه انيمبا النيجيري اللي اتصاب فيها كوتي بعد 8 دقائق او 12 دقيقه، كان انيمبا ما كسبش بص لم يعرف الهزيمه على ملعبه على مدار اعتقد 18 مباراه او 19 او 17 وكان مكسب الاهلي مفاجاه لم يتوقعها احد في ملعب ايه بيرك الطين، دفاع محكم وهجمات مرتده سريعه في منتهى الخطوره. في الحاله دي اقول قاعد اعيب على جوزيه واقول انك انت يعني كنت بتلعب دفاع اصلا انت مدافع، ما ينفعش هو المدافع نتيجه ضعفك ولا المدافع نتيجه احترام قدراتك وقدرات المنافس اللي قدامك؟ لما الترجي لما كسب امبارح 2-0 كان بيهاجم طول الماتش، ده كان قافل وبيعتمد. النجم لما كسب الهلال شوف الهلال ضيع كام فرصه، لكن كان اعتمد خطف المباراه ولا ما خطفهاش؟ مازين بنفس الشيء. فاللي انا عايز اقوله ايه؟ بلاتينيوم درس، درس مهم جدا في افريقيا، انه افريقيا مختلفه يا فايلر عن الدوري المحلي. افريقيا كره يعني رغم تواضع مستوى بلاتينيوم، لكن بلاتينيوم ضاف لفرقته عناصر، لكن انت محتاج لا تغير فكرك، لا الاهتمام بالدفاع الرقم واحد في افريقيا، لازم يبقى عندك دفاع قوي وعندك الانتقال من مرحله الهجوم دي حاجه تانية، انت ترتيبك بقى الصور عن قال الهجمه خطف هدف خارج ملعبك، لكن ازاي هتفوز بطوله افريقيا وانت حتى لا متحقق فوز خارج ملعبك؟ المنافسين التانيين فازوا مباراتين، يعني النجم فاز منافسك فاز على بلاتينيوم وفاز على الهلال وخسر في ملعبه من انا بكلمه وخسر في ملعبه بالزبط. الترجي فاز في مباراتين، فاز على الرجاء وفاز على فيتا كلوب. انا هناقش حضرتك من دور اللي هو بيرد باسم الفريق. ماشي، ما انا معاك. ماشي، عشان هتراجع ما انا بكلمك، هتراجع مازيمبي هتلقى كده
هتلقى فيه النتائج. هتبص على الوداد ممكن النتائج اقل شويه، لكن انا بقول لك ايه، الترجي حتى الان لم يصب مرماه بهدف. انا شايف ان الترجي هو اقوى منافس في البطوله على فكره. تمام ماشي، لانه فريق منظم، فريق تم تدعيم صفوفه بشكل كويس جدا. ياتي بعد منه مازيمبي، ياتي بعد منهم بقى اللي انا شايفه بيقدم افضل كوره من الاثنين، يعني كوره جماليه صن داون. برضه شوف نتائجه بره، كسب اتحاد العاصمة ها، وعامل نتائج على ملعبه كويسه جدا. فاللي انا عايز اقوله، الاهلي يستحق يكون في مكان احسن من كده من وجهه نظري. تمام، لازم يبقى في غيره على الفريق افضل من كده، لازم يبقى في روح قتاليه افضل من كده. بغض النظر مع كامل احترامي تقول لي مدرب مش مدرب، لا، الاهلي اللي احنا شفناه على مدار تاريخه ممكن يكون مدرب عامل ايه، لكن في لعيبه في الملعب لها موقف، لها شخصيه، في قائد في الملعب، شخصيه البطل حتى الان لم تاتي الى افريقيا. الاهلي ما زال يبحث عن شخصيته في افريقيا حتى لما من بعد 2013 وانت تعاني. انت تعاني يعني، بص تروح وتيجي، وصلت مباراتين نهائيه خسرتهم. خسرتهم باخطاء دفاعيه. خسرتهم ها؟ هقول لك اخطاء دفاعيه مع ظروف، مع تغير، بص كل العوامل انا معاك في حاجات تانية، لكن الفرقه فين؟ الفرقه اللي ثابته على الارض. يعني عاوز اقول لك ايه؟ امتى ترجع شخصيه البطل الافريقي مره تانية؟ دي اعتقد انها محتاجه شغل كبير جدا من الجهاز الفني. محتاجه نجيب لهم لعيبه من اللعيبه الكبيره تقول لهم انه الاهلي لما كان بيلعب في افريقيا كان بيروح ينزل في فنادق ما فيهاش حمامات، ما فيهاش ميه. اقعد مع اللعيبه الكبار صنعوا تاريخ الاهلي، هم يحكوا لك وتسمع عن اللي اتعمل قد ايه. بالظبط، الاسم ده ما اتبناش في يوم، ده اجيال سلمت اجيال. انتوا مطالب النهارده لازم تعرفوا حجم الفريق بتلعبوه. طب تعالى بتلعبوا له والفريق، وعاوز اقول لك ايه، حجم الجمهور اللي هو مطلعكم فوق السماء. لا ما ينفعش، الامور مش محتاجه خلاص، لم يعد في قوس الصبر من منزع، خلاص الناس استحملت الصبر على كده. يعني ايه 7 سنين النهارده مثلا انت بعيد عن بطوله افريقيا، تقول للسنه دي النتائج كذا، بقول لك لا، ده محتاجه وقفه، ووقفه كبيره جدا كمان. طب تعالى نتكلم بطريقه عمليه اكتر كده. انا معاك. إيه بلاتينيوم مش الفريق الجامد صح خالص. آه. انت لعبت في الدوري هنا فريق اقوى، فرق اقوى منه في الدوري العام. اللي هي كسبت الزمالك، كسبت سموحه، كسبت اقوى من بلاتينيوم اللي انا شايفه يعني. ايه اللي بيحصل او ايه اللي حصل؟ باختلاف الدوافع بتاعت بلاتينيوم كمان، حتى اللي هي بقى الفرصة النجاة الوحيدة ان هم ممكن يكسبوا النادي الاهلي يدخلوا تاني في الجو الافريقي او في المجموعة تاني، ان هم جددوا او جابوا لعيبة جديدة. ايه اللي بيحصل بقى؟ يعني انا مش شايف المنافس قوي خالص. فيعني اللي بيحصل بلاتينيوم مش فريق مرعب خالص. ما انا عشان كده بتكلم، انت السبب في ايه؟ انت في ايه تحديدا؟ انت على ما انت يعني على ما يبدو انت مش عاوز اقول ما اديتش المباراه حجمها؟ ها؟ اصل ما فيش مبررات، يعني هتقول لي درجه الحراره، هتقول لي الرطوبه، درجه الحراره كانت 24. ها؟ هتقول لي السفر، انت مسافر قبل ايه؟ هتقول لي كان المفروض ياخد طياره خاصه، ده كلام بقى يرجع بقى يعني يتقال في الكلام. لا 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 خالص ماشي؟ خالص. مش دي المبررات. لعيبه محترفه تلعب في فريق بيوفر لك كل الامكانيات، كل الاجواء مهيئه لك، ايه اللي ينقصك؟ يعني انا يعني عاوز افهم، بص انا عاوزك تفهمني ايه اللي ينقص، ايه ناقص عشان تقدم مباراه قدام مع كامل احترامي لما انت ضغطت بانت حجم قدرات بلاتينيوم، لما انت مسكت الكوره في 10 دقائق جبت جولين ها، واحد اتحسب والتاني الحكم حمل الرايه ربنا يسامحه ولغاه خلاص. يعني انت كان عندك المقدره انك انت ايه تريح نفسك وتخلص 45 دقيقه ما تظهرش في الصوره خالص. 45 دقيقه، ما هو تصريحات مستر فايلر قال كده، انا يعني احنا لا نستحق الفوز، الشوط الاولاني احنا ما عملناش، ما رحناش، ما جيناش. ايه السبب اللي خلى الحاله الغريبه؟ طب استاذنك اخد كابتن احمد ناجي نجم مصر ومدرب حراس نادي سموحه. مساء الفل عليك يا كابتن احمد. ازيك وسلام كبير جدا محمود صبري صديقي العزيز. الله يخليك يا كابتن، والف مبروك يا كابتن، ان شاء الله بالتوفيق. كل سنه حضرتك طيب ومهمه جديده وطبعا قدها وقدود. والله انا حاسس ان انا يعني
يعني مش عارف، احساس غريب كده لسه ما جربتوش يعني، لكن ربنا ان شاء الله يوفق وتبقى تجربه وتحدي جديد، وان شاء الله يبقى الامور كويسه ان شاء الله. حاسس بيه يا كابتن؟ الو، انا معاك يا بيه. حاسس بايه؟ بقول لك حاسس باحساس غريب يعني، ما يعني ما طلعتش بره النادي الاهلي غير على المنتخب او على سفر بره مصر. أول مرة طبعاً في حياتي في تاريخ التدريبي كله أشتغل يعني في نادي سموحة، طبعاً نادي كبير ومكانته كبيرة، وإن شاء الله يكون على قد المسؤولية. ان شاء الله كابتن حضرتك يعني تتشرف اي مكان وتزوده. طبعا كابتن احمد ناجي خبرات كبيره جدا. لا طبعا مش عايز كلام. لا لا أوه. احمد ناجي مش عشان هو على الهوا يعني، مش موجود. احمد ناجي من مدربين حراس المرمى اللي بتقول فيه علامات كده في اكيد في تدريب حراس المرمى، فتقول عليهم بتضيف عليهم كابتن احمد ناجي. احمد ناجي من الناس اللي هم يعني زي ما بيقولوا حفروا في الصخر وصنعوا اسم، مش مجامله، لا ده استحق جهد كبير جدا، والنتائج واضحه لما لو جينا كتبنا هنقول عنه حاجات كتير. اتمنى له التوفيق وتجربه جديده مهمه، زي ما بقول لك هو احساسه طبعا احساس زي اي حد يعني، وانت ضربت الاهلي منتخب فرايح حاجه جديده في مصر، ها في اسكندريه، فبرضه يعني ايه لسه يعني. فلكن اعتقد ان شاء الله مع الكابتن حماده يعملوا حاجه كويسه جدا، ويعملوا يقدروا يعني يعملوا مع سموحه نتيجه كويسه جدا، خاصه كل الاجواء مهيئه ان هي اكيد ان شاء الله. كابتن احمد يعني اول اعتقد ان هي لو في مباراه الاهلي وسموحه اعتقد انها تبقى اول مواجهه ليك ضد النادي الاهلي. لا هتبقى تاني مواجهه، لان بقى اشتغلت مع نادي الشمس مع كابتن مصطفى يونس مباراه النادي الاهلي قبل كده. ولكن طبعا انا مدرب محترف اكيد، واتمنى التوفيق طبعا طول الوقت للنادي الاهلي، سيدنا من ابنائهم، ولكن العمل الاحترافي النادي الاهلي تعلمنا فيه الامانه والاخلاص اكيد، وان شاء الله يعني بطلب من جماهير النادي الاهلي وكل الجماهير المصريه التوفيق لينا ان شاء الله، والكابتن حماده والكابتن احمد عبد الفتاح والكابتن خالد جعفر وكل المجموعه ان شاء الله. اكيد يا كابتن، اكيد ان شاء الله، اكيد كلنا قلوبنا مع حضرتك، كل جماهير الاهلاويه طبعا بتمنى كل التوفيق لحضرتك، لكن يعني الف مبروك الاول طبعا، وان شاء الله ربنا يوفقك. عايز اسال حضرتك سؤال، الاهلي الافريقي حضرتك شايفه ازاي؟ والله يعني كميه لعيبه يعني غايبه عن الملعب برضه تاثر بشكل كبير على المردود الفني واستراتيجيه المدرب اكيد، لكن الاهلي كما حضر زي ما انت عارف الشوط الاولاني ما عجبنيش في المباراه اللي فاتت، بدانا نفوق شويه في الشوط الثاني، لكن هي طبعا نتيجه مش حلوه لان بقى الفرقه طبعا قليله المجموعه، وكان مفترض ان احنا نعمل النتيجه دي ونريح الفرقة من بدري يعني. أكيد أكيد. النجم الساحلي الهلال السوداني شايف المواجهات هتكون إزاي؟ المباراتين صعبين، لازم تكسب النجم الساحلي مبدئيا يعني، وبعدين على حسب بقى النتائج اللي بعد كده، وإن شاء الله بإذن الله أنا حاسس إن النتائج هيتوسع وهيكون أول المجموعة كمان بإذن الله بإذن الله. عايز اساله في حاجه يا استاذ محمود؟ نعم نعم. كابتن احمد انت متخوف من التجربه؟ اول مره اكلمك واحس بصوتك كده مش عارف يعني، مش قصدي لا لا مش متخوف من التجربه، انا هعمل شغل ان شاء الله اكيد اكيد يعني هموت نفسي عشان يعني انا مش متعود غير على النجاح، والكابتن حماده برضه اكيد يعني ان شاء الله باذن الله مش متخوف، ولكن أنا قلت إن هي حاسس بإحساس غريب يعني شوية، إن أنا بكون لأول مرة في الدوري المصري مع أحد الأندية الكبيرة يعني برضه. أكيد. إن شاء الله بعيد إن التجربة تبقى يعني تأتي في مرة، وزي ما إحنا متعودين إن شاء الله الناس تبقى يعني مبسوطة بوجودنا، وإن شاء الله بإذن الله نحقق هدف النادي إن شاء الله. بإذن الله كابتن بتمنى لك التوفيق أنا يعني شخصيا، وإن شاء الله إضافة كبيرة جدا جدا لأي مكان يا كابتن أحمد، وتشرفوا وتكبروا، وأكيد يعني إضافة كبيرة جدا لسموحة. أشكرك شكرا جزيلا كابتن أحمد ناجي النجم الكبير، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق والمدرب الحالي لحراس نادي سموحة. نرجع لموضوعنا،
نرجع لموضوع، تفتكر الحاجات اللي قالها الكابتن احمد ناجي كنت اسالها لك، اللي هو غياب لعيبه 11 لاعب متاثر مصاب، 11 لاعب مصاب، اه دي قضيه تاني، دي قضيه كبيره. طب سؤال برضو، بيحصل حاجه جماعيه انا بستغربها في الكوره، يعني مش واحد واثنين بقعوا منك، لا بتلاقي 8 9 بعيد عن المستوى خالص. هل النادي الاهلي، هل النادي الاهلي او النادي البطل في انديه كبيره كده لما بيجي فيها جول في الاول بتضرب لخمه كبيره جدا، ممكن احنا نتاثر بحاجه زي كده يا استاذ محمد؟ لا ده تبقى البطل، البطل مش مش متعود ياخد اللي هو لا طبعا. هو بص عاوز اقول لك على حاجه، موضوع الاصابات بامانه شديده يا كابتن محتاج وقفه، بامانه شديده. يعني ازاي يقعد كريم نيفت سنه ما يرجعش؟ داخل في سنه النهارده 10 شهور، شهرين وكم سنه في غضروف. انا على فكره لما سمعت الكلام بتاع حمدي فتحي انا اتخضيت على فكره، ازاي 9 شهور؟ من امتى؟ يعني ايه يقول لك العلاج اتغير او طريقه العلاج اتغيرت للغضروف في المانيا؟ ايه يا جماعه الكلام؟ محمد محمود هنقول اصابات قدريه عوده ثم اصابه ثم ماشي، ها شوف الخلفيات، عاد شوف محمود وحيد. بص بقى انا مش عاوز يعني مش عاوز اقول لك، انا عاوز اقول لك بامانه شديده محتاجه فعلا، محتاجه فعلا يعني يتشاف ايه السبب. هل فعلا الكلام اتقال على مثلا يعني جانبها اصابات في ملاعب وجانبها اصابات بيقول لك ملعب ارضيه التتش محتاجه يتغير ويتقفل ويتعمل والظروف والدنيا؟ طب يا جماعه طب دي ثروه النادي، هي لعيبته، دي مشكله. الملعب كمان في فرق بتتمرن على ملاعب اصعب من التتش. ما انا بكلم انا بعدين برضو شوف انت بتقول ايه. يعني هل يعني القدرات العضليه ولا الحاجه في اللعيبه فيه مشكله؟ هل في يعني احماس زي ده؟ هل ما كل دي تساؤلات الناس شغاله تتكلم يا كابتن، محتاجه برضو يعني ايه اجابات. يعني الطموحات كبيره على البطل ان هو يرجع كتير، يرجع يرجع في افريقيا، ده الشيء المهم. انت لم تعد بعبع لافريقيا كما كنت، عشان نكون صادقين، واللي يقول غير كده يبقى راجل مش صادق. الاهلي الاهلي كاسم يستحق اكتر من كده، يستحق الناس دي تموت نفسها، يستحق الناس دي تعرف انك انت يعني ايه بتلبس فنيه الاهلي. لو انت ما بتعرفش قيمه الاهلي اقعد اتفرج وشوف، اقعد اسمع، هات حد جنبك يحكي لك ويقول لك. انت يعني المساله هل ده يجرنا ان احنا نقول ان احنا نفقد الثقه في اللي موجودين؟ لا انا مش بتكلم على كده، بقول لهم يا جماعه خدوا من درس بلاتينيوم نقطه، وقف كده مع نفسك كده وشوف، لانه الناس ما نسيتش صن داونز عامله ازمه على فكره. كل ما تيجي تتكلم يقول لك اللي حصل، يعني المفروض الكلام ده يخليك في افريقيا قد الدوري مرتين ثلاثه. يعني ايه؟ يعني لازم، واكيد الكلام ده بيتقال لريني فايلر، بيتقال له انه افريقيا، لكن على ما يبدو ان هو لسه ما احفظش يا جماعه. افريقيا ما ينفعش فيها كده، يعني ما افريقيا ما ينفعش انك انت يعني مثلا هات اداء الاهلي قدام النجم، النجم سابك ساب لك تلتين الملعب، عمل يعني كل الناس كان عندها ثقه انه الاهلي رايح النجم هيكسب، ما فيش حد كان عنده مخيبه، لك النجم عنده اصابتين جامدين وعنده متراجع في ترتيب الدوري لكن في فرق بتعرف تكسب وكسبك بجمله وطرد. بص عايز اقول لك حاجه، يعني هنقول الطرد في اول ربع ساعه ده بوظ الدنيا، انا مع اول 10 دقايق خلاص، لكن هو ساب لك تلتين الملعب ما سابلكش سيطره على المباراه، بس انت مش عارف تخترق، هو قافل قافل عليك خلاص، وخسرت المباراه. هنقول في ظروف مباراه الهلال لعبت شوط كويس وهدرت اكثر من فرش شوط تاني، برضه نتيجه برضه نوع من الاستهتار طوال اضاعه الفرص كان نتيجتها انه فريق الهلال جاب جول، جول غريب، قول لا مبرر له ولا منطق. اداء بلاتينيوم هنا، ارجع يا كابتن كده وحلل كده اداء بلاتينيوم هنا، كان كل الناس متوقع ان الاهلي هيفوز 6-0 و5-0 على الاقل على الفرقه دي، بعد ما شافت ايه النجم فاز عليها 3 في ملعبه، تمام انت فزت 2 بالعافيه وهم راحوا عليك اكتر من مره، كان ده مبرر ليك. وانت عرفت كمان هم غيروا 6 لعيبه، انك انت في المباراه الثانيه لا ما فيش فرصه، انت رايح تخطف هدف، انت عاوز 1-0 عايز 1-0، طيب ما جاش ال 1-0 وكان يعني مش يومك، هل انتهت البطوله بالنسبه لك؟ ما انتهتش، هيبان بقى
هيبان القدرات، قدرات البطل. تمام. البطل قدراته واضحه، قدرات لعيبه البطل. تمام. هل هم قادرين على تحمل المسؤوليه واثبات في المباراتين دول ان هم يستحقوا ان هم ياخدوا البطوله؟ لابد من حسم المباراتين دول، لا تفكير لا مقبول ولا ولن يتم التنازل عن الست نقاط. تقول لي الهلال كسب، الهلال مع كامل احترامي ليه، الهلال او الهلال المدير الفني بتاعه النهارده كابتن حماده صدقي يمكن مفاجاه كان بالنسبه لي انه النهارده تعين كلنا. تعين مدير فني للنادي سموحه يعني كلنا يعني حتى انا بسال حد بقول له طب هو ازاي طلع من السودان ومشي وصل القاهره ازاي؟ يعني بعد الماتش ازاي هو مشي امبارح بالليل مثلا بعد الماتش مثلا؟ كان في اجازه ها؟ يعني برضه كان مفاجاه بالنسبه لي ها؟ رغم ان الخبر يمكن يكون معروف من اول امبارح، ناس برضه رميته كده انه خلاص كابتن، لكن انا عايز اقول لك ايه؟ تقدر تعمل تقدر تعمل تقدر تعمل. بس حس بايه؟ انا عايز اقول لك ايه؟ حس بقيمه المكان، المكان يستحق منك، المكان اللي ادالك الاسم والشهره والمرحله اللي انت اللي وصلت لها يستحق منك انت تموت نفسك عشان تموت نفسك عشان جمهوره. ما ينفعش جمهور الاهلي لن يقبل الموسم السابع على التوالي. ان شاء الله مش هيحصل يعني يعني ما, ما يكونش يعني انت كنت طرفين، طرف في النهائيتين 2017 2018 وخسرتهم زي ما قلنا بنعيد نفس الكلام. لا، لو عاوز بطوله افريقيا لازم تعرف معنى الفوز خارجي. الاهلي ما خدش افريقيا غير لما كان بيخلص مباريات بره. يعني رجعنا للتاريخ وبدانا نجيب ورقه وقلم ونكتب ونشوف عدد المباريات اللي انت كسبتها خارج ملعبك قد ايه، وعدد المباريات اللي انت كسبتها جوه ملعبك او خسرتها تلقى لا عدد الفوز كان اكتر وقتها. دلوقتي في الفتره من 2015 في مشكله. الجو العام كله اتغير يا صاحبي. ما انا بقول لك اهو. مش عاوز اقارن بالظبط ما بين الجيل الذهبي بالظبط والجيل الحالي عشان ما اظلمش حد. بس عاوز اقول الجيل الحالي عندهم قدرات يقدروا عندهم طبعا عندهم طبعا. وفايلر عمل حاجه كانت غايبه في الثلاث سنين او الاربع سنين اللي فاتوا، بدا يبقى في شكل، بس محتاج شغل اكتر، محتاج العمل يكون اكتر، محتاج معالجه الاخطاء الدفاعيه بشكل التنظيم الدفاعي محتاج شغل كتير جدا، محتاج فعلا بامانه. يعني ايه محتاج؟ يعني على طول هتقول لي تلاحم، بتقول لك خلاص ما انت ما عندكش غير الدوري هو بطوله افريقيا، ما عادش عندك كلام تاني، البطوله العربيه خلاص ثابت، فخلاص بقى ما عادش في مبرر كابتن يقول لك كل ما انت كل ثلاث ايام والرابع ماتش، ثلاث ايام راحه والرابع ماتش، خلاص هي بقت كده. فاعتقد انه يعني الفرصه قائمه والفرصه لا، ويعني الاهلي باذن الله تعالى ان شاء الله هيكون متاهل على من المجموعه، لكن بأقدام لعبته وبإخلاصهم وبالقتال والدفاع عن أنفسهم إنه أن هم يستحقوا أن يكونوا في دور الثمانية. دور الثمانية يستحقوا يكونوا في المباراة النهائية بإذن الله. بإذن الله تعالى إن شاء الله بإذن الله. هو فايلر ما قالش أي أعذار. فايلر إحنا كنا ما نستحقش المكسب. يعني هو واقعي جدا جدا. طبعا. لكن أنا كمدرب لما يكون طلع من عندي وليد سليمان اللي هو بيكسبنا ماتشات بأقل حاجة دلوقتي، مجدي قفشه ما كانش في مستواه اصلا واتصاب وطلع كمان، رمضان صبحي عندك لعيبه برضو بتعمل فارق. طبعا انا مش عايز كلام، مش هنقول مبررات. النجم الساحلي لما خسر في الهلال، لما خسر من الهلال في تونس، الهلال خسر من النجم الساحلي في السودان. احنا هل احنا متخوفين من لسه سان داونز؟ رعبانه شويه، خايف ان احنا نخرج، خايف ان احنا ده اللي مصدر لنا الخوف والقلق، مع ان انا عن نفسي شايف ان احنا كنا ممكن نكسب وظروفه خلاص، لكن انا ان شاء الله ان شاء الله باذن ربنا متاكد ان احنا نكسب النجم هنا وان شاء الله نكسب السوداني هناك. فايه حاله القلق اللي متصدره لنا مع ان انت لسه انت تاني المجموعه سبع نقاط، النجم تسع نقاط وجاي لك؟ انا بقول لك لسه اثار حاله الخوف. حاله الخوف دي موجوده عند ناس بسبب مباراه سان داونز دي عامله كده، يعني المفروض تبقى درس ينطلق منها. يعني ايه ينطلق منها؟ يعني ايه يعود اسد افريقيا كمكان اللعيبه متاثره، يكون الحاله اللعيبه متاثره. يعني ما انا بكلمك اهو، دي محتاجه بص، محتاجه شغل من جهاز فني. خلاص الطبيب النفسي ما بقاش عيب، بقى شيء موجود وشيء ده خلاص. يعني ما احنا مش بنقول حاجه خزعبلات زي ما بيقولوا، لا يعني محتاج انك انت ايه، الناس تقعد تتكلم، الناس تقعد تتكلم على اللعيبه، لازم يبقى في حاله نقاش، لازم يبقى في، مش عاوز اقول لك ايه، يعني نفسي ان اللعيبه تقضي اكتر يعني اطول فتره ممكنه في النادي. قناعاتي الشخصيه
عاوزك تبقى موجود في النادي، يعني مش تيجي تاخد تمرين ساعتين ثلاثة وتمشي، عاوزك يعني عاوز تبقى موجود حتى لو في حاجة صحية، الحاجة محتاجة تتزود، محتاجة انت تطور نفسك انت. يعني عاوز اقول لك ايه، انت بقى شغلتك الكورة، فهي ايه لما تزود نفسك لو حاسس نفسك قليل في حاجة، يعني عاوز الجهاز الفني نفسه. يعني بص يعني طبعا يقول لك يا عم ده فنيا وده شغل الجهاز الفني وهم شايفين كده والدنيا يا عم زي الفل. انا بقى يعني بقول لك انك انت الناس اللي جايه عليك يعني ايه، مش هنرجع بقى لحته ابن، لا كله دلوقتي ابن النادي خلاص، لبس فنيه النادي فانت ابن النادي. لازم بقى تعرف ابن النادي ده ايه، يعني لازم تعرف النادي اللي انت بتلعب له ده شكله ايه، شكله ايه انك انت تقعد بقى تعيش بقى الجو وتعرف تقدر تعيش، يبقى يعني ايه يبقى في عندك الروح. ها من خلال لما اقعد مثلا مع كابتن حميد ولعب في نادي وعمل احنا عملنا فوق، يعني يبقى في حاله من حالات النقاش. لكن ما تاخدش المساله ان لك 3-4 ساعات تمرين وانا امشي وخلاص وذهني لا. الاهلي اللي ما يعرفوش الاهلي حاجه كبيره جدا يا جماعه. اكيد يعني ايه الاهلي يستحق فعلا، وجمهوره يستحق انك انت تموت نفسك في الملعب طالما لم يقصر معك الاهلي، فلماذا انت تقصر مع الاهلي؟ اكيد اكيد ده السؤال. أكيد. ليه 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 تفرط ليه 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 بالسهوله انت تحط نفسك في ضغط، ما انت كان يعني كل شيء حصل، لكن ممكن تبقى عندك اعصابك هاديه وتتاهل وانت مرتاح. يعني كان مباراه 24 يناير مباراه التاهل وخلصنا كده، يبقى تفكر بقى في دور الثمانيه، تفكر في الدوري، تكمل مشوارك، عندك داخل في السوبر المحلي وعندك مجموعه من الماتشات ضغط متوالي في شهر اخر يناير يعني لا يعني كابتن اتمنى من الجهاز الفني ومن اداره الكوره ومن لجنه التخطيط لا العمليه محتاجه دعم، محتاجه توعيه، محتاجه مسانده، محتاجه الناس دي اللعيبه لازم تعرف انه لا الاهلي يستحق منكم ان كنتوا يعني تعملوا اكتر من كده. طب تفتكر ان في حد بيلبس تيشيرت النادي الاهلي ممكن ياثر؟ مش مساله يعني ممكن يحصل نوع من عدم اللامبالاه، ممكن يحصل نوع من عدم الثقه، يعني ايه بلاتينو ما هننزل خلاص تخطف جول فتفاجئ بماتش انت يعني ايه ما كنتش تتوقعه. يعني ممكن يوصل لعيبه خلاص انا يعني هنلاعب مثلا اي فرقه، لا ده انت لابد انك تحترم ها الاقل منك وتحطه في درجه مهمه اكتر من اي فريق بطل، لكن هتواجه بطل هتبقى على قدر لكن الاقل منك ده ممكن يبغتك، ممكن يفاجئك بحاجه انت ممكن يبقى يومه وانت كلاعب كوره في حاجه ممكن يبقى يومك النهارده ممكن تروح بيها على الجول 5-6 مرات. انت امبارح لو شفت حجم الفرص اللي اضاعها فريق الهلال اتفرجت على الماتش شفت انت، فكان النتيجه انه الهلال سجل هدف في مرمى والتانيين خطفوا هدف. شفت بقى الكوره اللي فيك ده لو ما كانش جه عمره ما انا بقول لك اهو. يعني علي معلول اللعيب الوحيد اللي دايما بيكمل ورا الكوره مغطي الاوفسايد علي معلول، يعني لولا كده هم مش هيجيبوا فيك جوان. ما انا بقول لك بس اهو. انت زي ما حضرتك بتقول كده، انت الفرقه راحت خطفك جون، ايه ده اللي حصل؟ اخدت شوم على دماغك عشان تفوق منها، رحت جايب جون ورحت راجع تاني برضو ما تفهمش ايه اللي بيحصل. شفت انت ان هي بتبقى حاجه جماعيه، دي علامه استفهام بالنسبه لنا. يعني انا الطبيعي ان في 1-2-3-4 مستواهم بيبقى قليل، لكن الموضوع بيبقى حاله جماعيه. طيب هنا 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 ما خدتش بالك فين دور القائد؟ فين دور القائد اللي يقدر يصرخ في زمايله في الملعب عشان يفوقهم؟ فين دور القائد اللي يلم الفرقه يفوقها يقول في ايه؟ في حاجه مش لا انا بكلمك اهو، هو دور القائد فيه ايه؟ ان هو يبقى بالزبط. هو الوحيد اللي هو صاحب في الملعب وشايف بتاعه وبيتكلم مع ده وبتنادي على ده وبياخد وبيدعم ده وبيسند ده وبيقف مع ده. يعني عاوز اقول لك ايه؟ القائد ده شيء اساسي في الفرقه الكبيره. يعني يبقى ترمومتر ومبسط العينين ها ومن التحرك ومن الكلام. طب ايه الاوراق اللي عند فايلر كان ممكن يستخدمها؟ انا شايف ان هو برضو فايلر يعني هو ماتش كان غريب، يعني ماتش كان غريب. لا ماتش الشوط الاولاني مش يعني ايه ممكن تقعد تتفرج تقول هو الاهلي لابس فانيله خضراء واحد. وبعدين انت كمان لما بدات تزعل شويه جبت جون وتسيدت الموقف. حلو كلام، ما كملتش ليه؟ جبنا جون تاني. مش عايز انا مش عايز اتكلم عشان الناس ما تقولش ما التحكيم عشان بص عايز اقول لك على حاجه، ما احنا ايه انا بكلم لا انا مستغرب برضو. وعايز اقول لك ايه، ماشي الحكم جون يحبطك، الحكم الكونغولي اللي هو جون جاك ده والاخ حامل تعال شوف واقف ازاي، ما برضه هيقعد النادي الاهلي برضو كل مره يقدم مذكره ونطلب مش عارف ايه وروح يا عم الحاج احمد شوف لنا وما بتحججش ماشي، لكن هو ايه
طول عمر الاهلي حاطط مبدا اللي احنا شفناه وعصرناه مع على مدار رؤساء، وهم بيقعدوا لما يتكلموا على التحكيم يقول لك ما تبصش على الحكم، انت تجبر الحكم انك تخش الكره تخش بالكره الجول، احنا جبنا جول مش قادر يعمل لك حاجه. ما انا بكلمك اهو، المشكله ان الحكم واقف صح، اللاين مان واقف صح، اللاين مان يعني تورط فيها دي، يعني تورط فيها توريطه غريبه جدا بالزبط. يعني هدف صحيح، بس عاوز اقول لك ايه، انت لما ضغطت يا كابتن ما كملتش ليه؟ ايه اللي خلاك ترجع حتى لما اتلغى الهدف؟ ليه رجعت؟ انا بقول لك انا مش فاهم، لكن اللي انا فاهمه ده كمان انت انا يعني كمان انت لازم تحيي محمد الشناوي. محمد الشناوي في التسديده اللي الراجل اتساب وحده، يعني اتفتح له الملعب وحط واحده يعني صعبه جدا. يعني يا جماعه محمد الشناوي تطور بشكل كويس جدا، ما شاء الله. ماشي، لاحظوا حتى في يعني في مباريات الدوري في لقطات كثيره جدا بيشيل كور كان ممكن تيجي جوال تعمل مشكله، كان لسه النتيجة 0-0 دي حقيقة، والنتيجة 1-0 كان ممكن نتيجة 2-1 يعني. عاوز اقول ايه، ليه حالة بعض الاحيان بعض اللعيبة بتفقد التركيز فتترك للمنافس فرصة؟ مفيش يا كابتن حميد، مفيش حد بيضغط على الكاش بيضغط على بشت الاول، مفيش ضغط، انت كأنك بتجري معاه يعني سايب انت ماشي جنبه. لا في حالة غريبة في الماتش، محمد الشناوي غير مروان بصراحة. لا 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 بص 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 كابتن، انا عاوز اقول لك على حاجة، اتفضل. مع كامل احترامي لكل اللي بيتقال، الاهلي في حاجه الى مدافع. انا يعني متمسك بالراي ده، ومستر فايلو هو حر واللي بيدير هم احرار، وتحت مسمى احنا فرقه ما بتدافعش. يا كابتن انت فرقه ما بتدافعش مع العين وعلى راس، لكن انت في وقت بالفعل محتاج تدعيم. انت بتدور دلوقتي، هو الراجل عاوز اقتنع انه خط الدفاع بتاعه بيبني الكره من تحت 10-10، يعني انت بتدور زي ما احنا قلنا بكده، ما حضرتك بتدور على طبيعه شخصيه عماد النحاس ووائل جمعه والناس دي، ماشي صح، راجل لعيب كوره يعني مدافع، مش مهمته انه يشلت ويشوت، لا محتاج فاهم كوره فبيريحك، يعني ايه بيبقى عينك اللي تمام. من ورا اللي جايه تمام. طيب الكلام ده هيجي في مباراتين في 10؟ لا ده محتاج شغل، انك انت هتقعد تعلم في السن ده، هتقعد تعلم وتصحح. ها محتاج بقى حد بقى يكون عندك بقى ايه خبره تجيب ويدعم بقى المكان ده يقفل لك، لانك انت بقى عندك مشاكل في الكرات العكسيه، مشاكل في الكرات البينيه، التحرك نفسه التنظيم الدفاعي محتاج شغل. اذا الاهلي ما خدش باله ها لانه في دور الثمانيه خلاص ده خروج المغلوب خلاص، يعني ايه الغلطة يعني بفورة زي ما بيقولوا. فأعتقد المركز الأولى بالتدعيم هو خط الدفاع. تمام، خط الدفاع في المساكين ولا في الباك ليفت ولا لا في المساكين؟ لا لا في المساكين، لا في المساكين. أنا شايف إن علي معلول بيقوم بدور الدفاعي على على علي معلول اتساب واحد امبارح، قول لي مين كان بيغطي قدام؟ هو علي معلول. انا بقول لك اهو، يا بص بص عاوز ظهير ايسر يعني عصري. انا بقول لحضرتك مين اللي ساعده امبارح، مين كان بيلعب قدامه؟ بص لا يعني ايه، بص عاوز اقول لك حاجه، كانت كل يعني كل الكرات العكسيه عامله مشكله لعلي معلول امبارح. ده هم كانوا عاملين شارع امبارح في الناحيه اليمين اللي هي الشمال بتاعت الناحيه اليمين بتاعتهم، الشمال بتاعت شارع حتى في الشوط الثاني رايحين جايين علي، طب هيعمل ايه؟ جونر اوجيه مش متعود ينزل في ما انا بكلمك اهو قوي. رمضان صبحي دايما كنت بقول ان هو بيبقى سبب في تالق علي معلول، لان رمضان كان بينزل يبقى من الحالات. ما انا بكلمك، انا بقول لك اهو، بص شوف انت ايه، بص شوف المساحه دي كانت مسابه، مسكين كان علي معلول يعني وانت بتتفرج يصعب عليك مش عارف يعمل ايه، واي حد مكانه يتعمل فيه اكتر من كده. المفروض يعني ايه رايحين ده عليه، بص يا كابتن كان بيروحوا عليه ثلاثه وبعد الحين يضموا عليه اربعه. هو ماتش مش عاوز اقول للنسيان، هو ماتش للذكرى ودرس انه لا افريقيا لا يعني نقطه من اول الصدر، محتاج بقى تغير. جميل، محتاج شكل تاني مختلف دفاعيا هجوميا. خلاص بعد كده من ماتش النجم لا، المباراه الوضع هيبقى لازم يبقى فيه مختلف، مساله انك انت يعني بقى يعني تقول ان انا هاجم والدفاع لا، المنافس عارف نفسه عايز ايه منك،
هيلعب هو لما بيخطف منك جول بيقفل لك. لا ان شاء الله ما فيش مجال. انا ما فيش مجال، ما فيش مجال. فاللي انا عايز اقوله، الناس عندها ثقه في اللعيبه، الناس عندها ثقه في الجهاز الفني، عامل اداء على المستوى المحلي اكثر من رائع. اتمنى انه الاداء اللي على المستوى المحلي ده يبقى في افريقيا، لانه افريقيا من وجهه يعني من كلام الجمهور ومن الناس المتابعه والناس اللي كلها تركيزها انه افريقيا رقم واحد للاهلي مش الدوري. عشان بقى لها كتير. عشان بقى لها كتير رقم واحد. انت فرقه اقل من الفرقه اللي انت لعبتها، هي دي بس المشكله. وبعدين انت ما شاء الله عامل، انت مش عامل طفره في الفرقه، انت عامل فعلا، انت عامل فعلا طفره في الفرقه، طفره فنيه وهجوميا وتنظيميا. حلو الكلام. ومحتاج بامانه شديده، ها؟ محتاج تعرف ايه اسباب حجم الاصابات المرعب. انت السنه اللي فاتت عندك نفس المشكله على فكره. من السنه اللي فاتت وانت عندك نفس المشكله لما جبت حتى مارتن الاسد، شوف كميه الاصابات اللي وقعت منك. اصابات غريبه جدا. واحد ماشي في الملعب يقع مش عارف خلفيه، واحد مش عارف ايه عضله مش عارف، واحد التواء مش عارف ايه، في ايه؟ هل دي ارضيه ملعب؟ لا. هل دي مثلا احمال زياده؟ لا لا. هل دي يعني مشاكل عضليه عند اللاعب نفسه؟ لا برضه. برضه ما عاوزين يعني. طب في حد يعني عامل حاجه واحنا لا 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 خالص يعني قول لنا بس عشان لا تحسين ان انا حصل نفسي ده مش عيب، لكن انا بتكلم في انا بتكلم لعيب النادي الاهلي. هو اكيد حضرتك يا استاذ محمود يعني عارف يعني ايه لعيب نادي اهلي. لعيب نادي الاهلي عليه كميه ضغوطات عصبيه، لو هو ما خدش الموضوع بثقه كبيره جدا هيتصاب هيتصاب مفيش مفر. لان انا احتكينا باللعيبه وعرفنا الدنيا فيها ايه. لعيبنا الاهلي تحديدا لان عنده جمهور ما بيهزرش في اي حاجه، وعايز النادي الاهلي دايما رقم واحد، دايما بيكسب. هو مش مشكله المنافس شكله ايه، مش مشكله المنافس عنده طموح ولا ما عندوش طموح. انت لو بتلعب برشلونه الجمهور عايزك تكسب برشلونه، فعليه كميه ضغوطات لو ما استحملهاش بيتصاب. ده تفسيري الوحيد. لكن انا ملعب لا، في لعيبه بتتمرن في ملاعب اساسا اسفلت. التحمل لا، عندنا مدربين دلوقتي ما شاء الله عارفين يعني ايه تحمل. في انديه تانية ما عندهاش تحمل اساسا ولا عندها اساسا مدربين احمال ومفيش مشكله خالص. لكن هي في حته الضغط العصبي يصيب اي حد يتصاب. طيب خلاص، يبقى الضغط العصبي ده محتاج اكيد ليه حلول. يعني انك انت يعني اختيارك للاعيب نفسه يكون عنده، هتشوف بقى قدراته انه يتحمل الضغوط الكبيره الجماهيريه. استحاله تعرف يعني ما تعمل ايه؟ يعني انت ونصيبك؟ استحاله. هي دي الموضوع. انت ونصيبك؟ يعني الموضوع يا استاذ محمود من الصغر ازاي تفهم لعيب الكوره ازاي يتحمل ضغوطات نفسيه، ضغوطات عصبيه، ضغوطات عضليه، ازاي يبقى لعيب كوره محترف؟ موضوع كبير يعني. موضوع كبير بالنسبه لنا. يعني محتاج بقى تاسيس بقى من طبعًا. من الثمان سنين زي ما انت طالع بقى. لا عندنا مشكله. بص عايز اقول لك، اتفضل. عندنا مشكلة في اللاعب المصري، عندنا مشكلة طبعا، وموضوع يستحق يتقال فيه كتب ودراسات وحواديت. وانت بص على المستوى العام كده، يعني حتى لما تيجي تعمل منتخب مصر في مشكلة طبعا. لو ما قلتش في مشكلة اقول لك يبقى انت مش شايف كويس. احنا ياما اتكلمنا لا 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 لا. بص المواهب نضبت بشكل مرعب. مفيش عندك دلوقتي يعني ما كامل احترام من الناس الموجوده حاليا، ها؟ مش عارف لو قارنتها باللي قبلهم هتبقى فيهم مشكله بالنسبه لهم في الشخصيه وفي المهاره وفي القوه وفي حاجات تانية كتير جدا. مع ان انت عندك الـ 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 الولد المصري بيتولد لو لعيب كوره، بيتولد ربنا خلقه لعيب كوره. بس يعني بعد فتره كده ايه؟ بتقضي عليه انت بعد كده عليه. بعد فتره كده بيجي يوصل لمرحله. فاللي انا عايز اقوله لك، لازم يعني تيم الاهلي يؤمن بنفسه. جميل قوي الكلمه. ها؟ جميل قوي. لازم يؤمن بنفسه انه بيمثل البطل. جميل قوي ان هو بيلعب في نادي. ها؟ ان هو يستاهل يمثل البطل. فلازم قوي. ايمانه بنفسه ده ينعكس على الملعب. جميل قوي. في افريقيا بالذات يعني الدوري المحلي، مش عاوزين نقول والدوري المحلي ليس مقياسا لافريقيا، ماشي، لكن مش معنى ذلك عشان انت بتكسب يعني الدوري المحلي ضعيف. لا، الدوري المحلي لا فيه منافسه أكيد. بس ايه كان يعني كان نفسنا يبقى الدوري المحلي فيه جمهور، فيبقى عامل بقى ايه عوامل بقى الضغط بقى. ما هو الجمهور بيحطك تحت ضغط والاخطاء واللعب والجو والمشحون. ما دي كلها، ما هي الخبرات بتيجي من فين؟ الجمهور. يا كابتن، هي الخبرات بتيجي من فين يا كابتن؟ الخبرات بتيجي من انك انت ممكن ترتكب اخطاء مره فتتعلم من الخطا فتخطا فتتعلم فيبقى عندك خلاص بقى عندك جمله بتحط خبره، الخبره خبره، الخطا من الخطا بقى عندك خبرات بقى خلاص بالظبط بديت حافظ. دي حاجه. الحاجه الثانيه عندك جمهور
تعرضت للجمهور بالضغط بتاعه بالمباراه المشحونه والتحكيم وهنا هو ده اللي بيدي. وبعدين الجمهور بيحلق بيخليك تطلع كل اللي جواك، كل واحد عاوز يبين قدراته بالظبط. لكن انت كده الوضع باستمراره ده مش هينفع. يعني اسالك ده في بطولات افريقيا، طيب ان شاء الله تاهل الاهلي والزمالك، وادي عندك بيراميدز والمصري اول وثاني المجموعه، خلي بالك من دور الثمانيه الجمهور 75% حضور من الملعب، هيفرق كتير جدا. انا بقول لك اهو ده الاتحاد الافريقي، مش انا اللي هقول ده، لائحه الاتحاد الافريقي بتقول لك كده، يعني حضور الجمهور مش هتقدر تحدده ما بين 10 او 15 75% من الملعب، قوه الملعب خلاص. ما انت لازم يبقى في شكل، يعني انت ايه هتروح مثلا تلعب مثلا، جات لك القرعه، جات لك مثلا مع الترجي، جات لك مع مازيمبي، جات لك مع الوداد، جات لك مع يعني مثلا، شوف بقى الملعب يبقى عامل ازاي. هتيجي انت هنا تقول له مش عارف ايه، لا طبعا مش هينفع طبعا. فاللي انا عايزه الايمان بقيمتك انت وقدراتك كلاعب بتمثل النادي الاهلي، لازم اذا كان جهدك 10 لازم يبقى 20 و30. حلو جدا. اذا كان جهدك قد كده لازم يتزود، لازم انت نفسك تشتغل على نفسك، تشتغل نفسك وتزود الحاجات اللي عندك وتطلب وتقول انا هعمل كذا يعني عاوز اقول لك ايه، انت اصرارك انك انت لازم تقدم نفسك بشكل مختلف، انت منتظر ايه تاني؟ يعني انت منتظر ايه تاني؟ منتظر ماديا وامور مستقره بالنسبه لك، شهره، ولازم الشهره دي ليها حسابات تانية، في ممكن توصل لمرحله ابعد مما تتخيل، بس من حجم ايه؟ شوف الجمهور بيقدر ازاي اللعيب اللي عنده قلب ميت في الملعب. بالظبط بالظبط. دي بقى اللي بتعمل لك الفرق. ما هي الفرقه البطله بتبقى ازاي؟ بين الروح اللعيبه بتاعتها في الملعب، شوف الالتحامات والاحتكاكات، تبقى في لعيب يبقى واقف على رجليه مش لعيب بيخاف. والروح دي ميزه من ميزه، لا ده ميزه، ده شيء، ده بص الابطال دايما كده. اللي يفرق بص اللاعبون جميعهم متشابهون، متشابهون، اللي بيفرق الروح لاعب من لاعب. لاعب بيكمل بتقدر، فيه لاعب يحبه المدرب انه يلعب باك رايت ويلعب باك ليفت ويلعب ديفندر ويلعب مساك، وما بقولش لا، بس المدرب عارف قدراته تمام خلاص. وفي لاعب يقول لك ما اقدرش العب، ونقدر نحكي وقاعة حصلت مع مانويل، مع لعيبه حصل لها ظروف ومع مدربين الفرقه اتصاب فيها، تعرضت لمواقف، بيبقى شخصيه اللاعب الفريق البطل بتبقى مختلفه. تمام. يعني مش محتاجه، لا مش محتاجه انك انت يعني زي بتخش مكانه، تخش تطلع في مكان تاني. لا يعني مش اي لعيب يلعب في فرقه. فاللي انا عايز اقوله حجم البطل، مش المساله انه نحن مطالب انك فقدان الثقه، لا بناء الثقه، بس اللعيبه نفسها لازم تبرهن بكده. انت واخد كل الدعم من جمهورك ومساندتك وادارتك والكلام ده، منتظر ايه تاني؟ منتظر ايه تعمل ايه تاني؟ يعني ايه المفروض تعمله؟ المفروض تعمله انك انت تموت نفسك بقى. يعني ماتش زي ده حصل ظروف ماشي، ده كده وبعدين هنقف عنده ونعيط ونبكي؟ خالص خالص خالص، بالعكس. ولا خلاص بالعكس، عشان كده قفلنا وبدانا. اديك راجع عندك مباريات في الدوري، خلاص اركز في مباريات الدوري وتركيز وهدف وطموحي. انا ما بحبش في كلمات ما بحبهاش كابتن عمام، مع كامل احترامي يعني. اصله بنلعب كل 3 ايام، اصله احنا مضغوطين، اصله الجمهور بيضغط عليك. يعني الجمهور ايه بيضغط عليك؟ هو عامل الجمهور، اذا كان الجمهور بيساندك والجمهور عاوز يعني قاعد معاك مثلا، الجمهور في الملعب مثلا ولا قاعد معاك في اوضه اللبس؟ الجمهور ده احنا نفسنا الجمهور يقعد معانا. انا بكلمك يعني انت المفروض ايه؟ هو الجمهور عايز ايه منك؟ الجمهور ده احلى حاجه في الدنيا. ما انا يعني فانت ايه؟ ما تديش لنفسك مبررات بان يحصل عندك تقصير. بس هو في حد طلع على المبررات؟ مش بقول حد طلع على المبررات، انا بقول لك لن تقبل بعد اليوم مبررات خالص اصلا. واحنا طول عمرنا بنلعب 3 4، مش هيفرق مع الكلام ده مع النادي الاهلي خالص خالص. اتمنى ان شاء الله يكون درس مفيد يعني باذن الله تعالى. ان شاء الله باذن الله باذن الله. انا دايما بقول للجمهور احنا منكم، احنا جماهير دلوقتي وحاسين بيكم جدا جدا، ونفسنا الاهلي يكسب اي حد زي ما كنت بتكلم على الاستاذ محمود، لكن احنا
عايزين دايما في دار اللعيب، في دار اللعيب ان شاء الله مفيش حاجه حصلت باذن الله. وزي ما بيقول الاستاذ محمود، لازم لعيب النادي الاهلي يؤمن ان هو في النادي الاهلي، يؤمن ان هو عنده جماهير عريقه وكبيره جدا، يؤمن ان هو في قلب كيان كبير جدا جدا، هيتخلص من حجم الضغوطات. الضغوطات مش ضغوطات جماهيريه، الضغوطات ان انا عايز اكسب عشان ارضي الجمهور، عايز اكسب عشان ارضي ذاتي، عايز اكسب عشان ما ينفعش اتعادل. لو اتدخل فيها جول هي دي، انا حاسس ان دي مشكله. البطل لما بيدخل حتى اللي هو في الالعاب الانديفيديوال اللي هي الفرديه، الملاكمه، التنس، لما تلاقي حتى في الملاكمه البطل لما بيدخل بياخد واحده في وشه بيرجع بصعوبه. بس لازم احنا نتعود ان احنا يجي فينا جول. احنا بقالنا كتير جدا ما جاش فينا جول، احنا دايما اللي بنجيب هيجي في الجوال. هيجي كده كده هيجي، اللي هيجي في الجوال. ما هو ما انت جه في الجول اهو بالظبط. شوف انت قعدت قد ايه يا كابتن؟ قعدت حوالي 55 او 60 دقيقه مش موجودين لغايه لما لغايه ما جيت انت جبت الجول. بالظبط. طيب هي المواقف دي بتعمل ايه؟ الموقف دي بتعلمك بقى. بالظبط. بتعلمك ان ده بص جميل قوي. بص كابتن، ده درس صغير. ده عارف انت قرصه الودن؟ ها؟ انت هنا قصرت شويه. جميل قوي. انت ايه؟ يعني ما احترمتش المنافسه قوي. فانا بقرصك اهو. ها؟ ربنا اداك جرس انذار. اعرف بقى قيمتك بقى. جميل. فوق بقى واحترم اللي معاك. جميل. اذا ما انت ما عملتش كده وما خدتش خطوه، لا خلاص يبقى انت سيب افريقيا دي. جميل. خلاص يعني جميل ما تدخلش فيها. ها؟ وتعمل تعرض نفسك لموقف من مواقف انت عملت فيها ازمه لجماهيرك، يعني ايه؟ لا محتاجه، لا محتاجه روح قتاليه تانيه خالص. ولو انت ما شفتش وما عرفتش لا يا سيدي لا ان شاء الله يجيبوا لك الناس اللي شافوا تعمل تتفرج عليه هي عملت ايه؟ باذن الله اداه ودود ان شاء الله. باذن الله باذن الله. انا عايز بس حي مروان، لان مروان خد كميه انتقادات سلبيه وايجابيه كبيره جدا جدا. لدرجه ان هو كان بدا يلعب الكوره كانه مدافع. يعني كروس بيطلعها، كروس بيرجعها، وقدر يرجع تاني مروان محسن وجاب جول هايل وعمل اسيستات كتير جدا. كان فعلا مروان يعني ما شاء الله عليه، ان شاء الله يفضل كده، وان شاء الله باذن الله باذن الله هم اداوا ودود يا استاذ محمود ان شاء الله. والاهداف الاهداف رزق. ومروان الاهلي ما جابوش كده يعني من فراغ. اكيد بعض الاحيان بيبقى عندك يعني سوء، يعني عدم توفيق، بتبقى مش في يومك. يمكن يعني هي في مباراه الدوري اللي هو ضيع فيها الفرصه، كانت بغرابه شديده اف سي مصر ماشي، كانت غريبه جدا. ودي خلت الناس يعني قلقت انه على ما يبدو يعني المسكين من شد انه فقد الثقه في نفسه. يعني ايه؟ نسي ان هو راس حربه. فبقى عملت له مشكله. لكن عودته في مباراه البلاتينيوم يعني عوده ثقه، محتاج برضه شغل من الجهاز الفني، محتاج عمل اكتر من اللازم، محتاج دعم معنوي، محتاج دعم. انا شايفه بصوره بافضل ممكن يرجع ويعمل فرق مع النادي الاهلي في الماتشات اللي جايه ان شاء الله. باذن الله. تعالى عشان في مواضيع كتير جدا عايز اتكلم مع حضرتك فيها، لان وقتنا الجري. شفت الاستاذ برجاوي على طول، بص اول ما اقول يلا عشان موضوع كتير يقول لي فاضل مش عارف كام دقيقه. ماشي يا استاذ برجاوي. الفار وخلاص الحمد لله، الحمد لله رب، اخيرا شفنا الاجهزه ونورت الدنيا وبدا التدريب النهارده. شايف الموضوع هياخد وقت؟ شايف يعني بعد الصبر ده كله الموضوع ان شاء الله يبقى كويس، هنديره كويس؟ عاوز اقول لك على حاجه. متخوف ليه؟ لا طبعا لا. بص هو احنا احسن من الناس اللي بره؟ احنا يعني الدوري الانجليزي والدوريات الاوروبيه اللي احنا بنتفرج عليها وبنشوف اللي هم سابقنا، وشايفين السوبر الاسباني عامل يعني سابقنا. لازم جد. لازم نعرف انه الفيديو هيبقى فيه اخطاء، لازم يبقى نعرف انه الفيديو هيبقى فيه ايه؟ في اخطاء وفي انتقاد وفي هجوم وفي عدم تقبل وفي مشكله. ها مو متوقع ممكن يتم الاقتحام على الناس اللي في الفيديو ده قاعدين تعمل معاهم مشكله. ازاي انت عصبت؟ فلان عايز اقول ايه؟ رغم يعملوا على فكره مهمه جدا. لا لا بقول لا 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 كده انا من البيبان يا جماعه بتاعت اوضه الفار. انا بكلمك اهو يعني عاوز اقول لك ايه. يعني الموضوع يعني ايه؟ الجماعه يعني الانجليز هم اللي عملوا الكوره. تمام. شوف حجم الانتقاد دلوقتي من النجوم الكبار والمدربين الكبار بمطالبه بالغاء حكم الفيديو لانه افقد كره القدم متعته. هي متعه كره القدم في ايه؟ في اخطائها. في اخطائها. في الاخطاء في يعني عاوز اقول ايه؟ يعني الاخطاء على السواء بيستفيد منها كل فريق في كل مباراه. ممكن تستفيد انت من خطا والتاني يستفيد من اثنين. يعني مش ما تاخدهاش بصوره انه في مؤامره عليك من ده او ده، مش يعني مش من الكل او النيات مبيته ان انا اعمل معاك كذا.
لو الكلام ده ثبت ده تبقى مصيبه وكارثه. الناس دي دخلت ازاي هنا؟ احنا عايشين في جو المؤامرات. ما احنا عايشين في الجو ده. فاللي عاوز اقول اللي عايشين في الحلم الوردي من تقنيه الفيديو هتبقى هي الواو يعني وهتكسر الدنيا، اقول له مش هتبقى قوي كده، مش هتبقى كده. ماشي. وهيبقى في مفاجات وفي ناس هتندم على انها طلبت تطبق حكم الفيديو وفي ناس هتاخد البر وتطلع بيه ان شاء الله. ان شاء الله تبقى كويسه باذن الله. ان شاء الله. مباراه القمه السوبر الاهلي والزمالك ان شاء الله في الامارات، شايف الموضوع ازاي برضه بسرعه؟ مفاجاه والله انه اتعمل الماتش ده. يعني غريبه برضه ازاي اتعملوا فجاه كده، يعني ما كانش متوقع، فيش اي حتى مقدمات. ها ده خلاص ماتش الاهلي والزمالك اتحدد جدول الدوري 19 فبراير، فجاه قال لك السوبر 20 ومباراه القمه في الدوري يوم 24. طب انا اختاري حاجه. اتفضل. طب ما نلعب مباراتين في بعض في هناك في ابو ظبي، يعني بدل ما يرجعوا جايزتين. يعني مثلا المباراتين هيتلعب، يعني مباراه هتتلعب مثلا في ابو ظبي ب 50,000، هتيجي هنا في القناه تلعبها ب 50 مشجع؟ يعني انا بسالك، ربنا يكرمنا بقى ونجيب جمهور. ثواني يا فندم، اتفضل. يعني تلعب مباراه السوبر في ابو ظبي ب 50,000 مشجع، تيجي تلعبها في القاهره في الدوري ب 50 مشجع؟ طيب لعبتها في السوبر في بدايه الموسم الحالي ب 20 او 30,000 مشجع، وكان عامل شكل اكثر من رائع والناس كلها اتفقت ان الموسم هيبقى فيه جمهور والجو كان حلو، ايه اللي خليك تلعب الدوري؟ ما تدي يعني، خلي المباريات الكبيره بحسابات تبقى حتى عامله شكل انه في يعني بدي شكل يعني الروح الحلوه للكوره، الجمهور هو كل حاجه في الكوره. فاتمنى هتبقى يعني موسم السنه دي موسم مشحون. يعني يا عيني يعني مش عاوز اقول يا عيني انا مفاجاه كمان لو واحد من الفرقتين تصدر مجموعته اول بعض في افريقيا هتبقى ايه؟ ها؟ هتبقى ايه؟ يعني ايه؟ هتبقى سوبر دوري بطوله افريقيا مباراتين. طبعا تحصل. ها؟ تحصل. ممكن تحصل، وارد جدا. ممكن الزمالك عنده فرصه انه يتصدر مجموعته على فكره، يعني عمل نتيجه مع مازيمب هنا وطلع كسب يعني اول اغسطس كده، خلي الناس تفكر ما تتصدر ولا ما تتصدرش. انا بكلمك اهو وانت عندك فرصه ان شاء الله انك انت ممكن تتصدر باذن الله تعالى، تكسب ماتشين وتبقى قمه المجموعه. فانا عايز اقول لك ايه، ده كويس اكيد. المواجهات الكبيره بين الفرق الكبيره أكيد. بتبان يعني ايه خبرات اللعيبه، بتبان القدرات اللي انت قلت عليها اللي هو تحمل الضغوط. بالظبط. انك تلعب كل طرف اربع ايام مثلا مع الزمالك، هتبقى مواجهه الزمالك يلعب مع نفس الشيء، تلعب مثلا مع المصري او مع الاسماعيلي او مع هي دي ايه؟ هو انت خدت افريقيا وسيطرت عليها في الفتره اللي في ال 10 سنين مثلا او ال 15 سنه اللي فاتوا من ايه؟ سواء على صعيد المنتخب او على صعيد الانديه. انه كان عندك دوري قوي. بالظبط بالظبط، عشان كده دايما بقول لك عشان بص انا بقول لك الدوري قوي، الدوري فيه احتكاك، فيه جمهور، فيه روح، فيه شغل بيتعمل، فيه مدربين. لكن انت النهارده لا، هتبقى مواجهات كويسه جدا، هتبقى في كوره، اتمنى تبقى في كوره زي ما احنا بنتفرج ونشوف يعني السوبر الاسباني عامل، شوف الجو، شوف الاجواء الحلوه عامله ازاي، شوف الجمهور عامل ايه. انا اتمنى ذلك ان شاء الله. اخر سؤال قدامنا دقيقه. تفعيل قرارات لجنه الانضباط، انا سبت لك لجنه دقيقه عشان نروح انا وانت مبسوطين. هي قرارات لجنه الانضباط يا ريس اللي هي فعلت بس انا يعني لجنه الانضباط شايفها ازاي، وشايف هل قراراتها مؤثره مش مؤثره، مفعله مش مفعله؟ يعني ده السؤال في العموم. هي قرارات لجنه الانضباط، هو قرارات لجنه الانضباط بتطبق على يعني الناس اللي على قدهم، هي اللي بتمشي عليهم القرارات. الناس الجامدين ما دام بيرجع يعتذر، جامدين الحمد لله وبتطبق علينا الحمد لله، يطلع يعتذر فخلاص يقبل عذرك وشكرا وبالسلامه. لا لسه 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 مساله يعني انت دلوقتي بتقول انا عملت عليك عقوبه، هل من حقه يستأنف؟ قصدك الجامدين بمعنى ايه؟ يعني اللي بيلعبوا جيم وكده ولا الجامدين اللي هم ازاي؟ وصوتهم عالي وبيخوفوا ماشي. سمحنا الحمد لله الاهلي، الحمد لله، الحمد لله حديد، الحمد لله رب. واي قرارات نتقبلها بصدر تطبق. بص بص تطبق على اللي ما عندهمش صوت، اللي صوتهم مش مسموع، مش هتكلم معاهم، مش حد يسمعهم ومفيش حد يدافع عنهم، لكن الناس الثانيه عندهم 100 صوت، فتعمل لهم حساب وتعمل لهم حاجات كتير. انا دايما ببقى مبسوط حضرتك معايا، ودايما بتشرف بيك، ودايما منور قناه الاهلي. الله يخليك، ربنا يخليك، وانا سعيد ان انا كنت معاك ومفاجاه حلوه النهارده. انا ربنا يخليك، قلت لك مخصوص ان شاء الله. يعني يا رب باذن الله تعالى يعني اتمنى التوفيق كل الفرق المصريه في دوري ابطال افريقيا وفي الكونفدراليه. وبقول يا جماعه مهم جدا
ان لازم نبقى موجودين لانه ده في صالح المنتخب. اكيد منتخب في ازمه كبيره جدا، ولو حصل اي تراجع في بطوله افريقيا هيدفع ثمن المنتخب. ربنا يخليكم، متشكر لحضرتك جدا ونورت وشرفت. الكاتب الصحفي الكبير ورئيس القسم الرياضي بالاهرام الاستاذ الكبير الاستاذ محمود صبري كان ضيف هذه الفقره في الاهلي الليله وضيف الحلقه عموما يعني. مشكورك شكرا جزيلا، خلينا ورا نادينا، خلينا دايما في ظهر لاعبتنا، لاعبتنا قد قميص النادي الاهلي، وان شاء الله يشرفونا باذن الله في افريقيا باذن الله تكون من مصر. دايما بتشرف بيكم ومع السلامه.